قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فقد يتعبون ويضيعون أعمارهم بالعمل، لكنه هباء منثور ورماد تطير به الرياح. ليه؟ لأنه فقد الشرطين وحدهما، فلا يكون خالصا لوجه الله أو لا يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عمل من الأعمال لا بد أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله، وهو تحقيق التوحيد، إفراد الله جل وعلا بهذه العبادة بحيث تكون نيته وجه الله، لا يقصد من ذلك طمعا من دنيويا، ولا يقصد من ذلك رياء ولا سمعة، وإنما يقصد بذلك وجه الله عز وجل. هذا هو تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد تصفيته من شوائب الشرك والبدع والمحدثات. وفي الحديث: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالمؤمن يحقق توحيده بإفراد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة، فلا يكون فيها رياء ولا يكون فيها سمعة ولا يكون فيها تقرب إلى أحد، لا ميت ولا حي، وإنما تكون العبادة خالصة لله عز وجل، لأن الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية: وهو للذي أشرك وأنا منه بريء. فالله لا يقبل العمل الذي داخله شرك أو نية لغير الله عز وجل. فعلى المسلم أن يتذكر هذا، وأن يخلص عمله لله عز وجل، وأن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أدائه للعبادة، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا يستدعي من المسلم أن يتعلم قبل أن يدخل في العمل، يتعلم أحكام هذا العمل وكيف يؤديه وما هي شروطه، حتى يكون العمل صحيحا نافعا له، ولا يكون تعبا بدون فائدة. فإن الله جل وعلا يقول في حق المشركين: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. قد يتعبون ويضيعون أعمارهم بالعمل، لكنه هباء منثور ورماد تطير به الرياح. ليه؟ لأنه فقد الشرطين وحدهما، فلا يكون خالصا لوجه الله أو لا يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.